أولا الاتفاق الذي وقع بين المملكة العربية السعودية والعراق ليس مذكرة تفاهم وإنما اتفاقية، لأنه سبق وقعت مذكرة تفاهم قبل عدة شهور، واليوم الاتفاقية التنفيذية هذه لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق. هناك مشروع آخر لربط العراق مع الشبكة مجلس التعاون عبر الكويت، والسيد الكاظمي تحدث عن ربط مع الأردن ومصر. إذن نستطيع أن نقول أن مجموعة دول مجلس التعاون مع العراق والأردن ومصر مربوطة خلال سنوات ستكون مربوطة كهربائيا، بمعنى أنه أي نقص في أي دولة في الطاقة الكهربائية الدول الأخرى تزود في هذه الدولة في أي حالة طارئة، نقص أو طوارئ طبيعية أو كوارث أو لا سمح الله. فالربط الكهربائي أمر الحقيقة يمثل مخزون للطاقة الكهربائية للدولة من خارج حدودها، وهذا تعاون، هذا التعاون عبر الحدود الحقيقة يعكس الانسجام وتبادل المصالح بين شعوب المنطقة. وشاهدنا العراق خلال السنوات الماضية في عز الحر لا يستطيع العراقيون أن يعيشوا تحت درجة حرارة تفوق 50 درجة، وهذا طبعا غير مقبول لا في العراق ولا في غيره، لأن منطقتنا منطقة جافة ومنطقة حارة، وأعتقد أن الطاقة الكهربائية حق لكل مواطن في 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 دولنا. فما في شك أن القرار السياسي الذي اتخذته حكومة السيد مصطفى المالكي الكاظمي الحقيقة نعم يعني ينسجم مع حاجات العراق ومتطلباته في التنمية، وما في شك انه سيسد حاجات العراق خلال السنوات القادمة.